قال النائب السابق والمرشح عن ائتلاف صلاح الدين هويتنا الشيخ علي عبد الله حمود الصجري خلال تجمع للائتلاف أن الانتخابات القادمة مفصلية بالنسبة لأبناء المحافظة والعراق، فأما أن نتوجه لأربع سنوات قادمة من الاستقرار والأمن واستعادة الكرامة أو نكون تحت طائلة التهميش وسلب الحقوق ومزيد من الضياع، لهذا على أهلنا اختيار البرنامج الذي فيه نفع لهم ويعيد لهم إعمار مدنهم المدمرة بما ينعكس إيجابا عليها وعلى المحافظة. تكلمنا أنه هاي القضية مفصلية، قضية الانتخابات المفروض أن الاختيار يكون صح، وأيضا بحثنا كثير من الهموم، هموم أبنائنا، وبصراحة أغلب هموم أبنائنا هي كانت هناك تخوف ورعب من أبنائنا في العودة، لأنه لا زال رعب داعش أيضا يجتم على صدورهم وما يتوقعون أنهم راح يرجعون إلى ديارهم آمنين ومستقرين. لازم أولا نعالج كل الأخطاء اللي حصلت، سواء اللي حصلت خلال الأشهر هذه من انتهاكات من قبل بعض الضعفاء النفوس اللي هم المخبر السري والوشايات الكاذبة والابتزازات في قضية الحاسوب ووضع أسماء كل هؤلاء المشردين. دول الناس اليوم يتخوفون من قضية وضع اسمه بالحاسبة نتيجة ابتزاز. لن نسمح بهذا الموضوع مطلقا، كل وضعهم سيصحح، خدماتهم وخدمات أهلنا راح تعاد، والآن جاي تنجز وبجهود من السيد محافظ صلاح الدين أبو مازن بشكل مباشر، سواء خدمات البيجي أو الصينية، وسوف نستمر بهذه الخدمات بإنجازها إن شاء الله، ومن ثم وسائرين احنا في قضية تصحيح وضعهم وعدم السماح لابتزازهم من قبل ضعفاء النفوس. المجرم الداعشي أما قتل وأما غير موجود في العراق مطلقا، هذول كلها ناس مستضعفة، ناس تبحث عن الأمن. احنا واجبنا أن نوفر الأمن وأن نأمنهم في مناطقهم وأن نأمنهم في ديارهم.